طبعا سعيد جدا 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 اغير هاني اسمي من هاني عبد الجواد لهاني سعيد. خلاص يا حماده يا محمد خلاص تمام. ها الو تمام بدات طيب. كلنا عندنا اراء شخصيه ده تلزم احد اتباعها. انا كل ما اقوله ليس الزاما على احد لكن انا بقول خبرتي. من اراد ان ياخذ بها كان بها من لم يرد فهو حر. نحن لا نفرض راينا على احد بس احنا بنقول ان اجتماعنا ليس من الامانه الا ننقل الصوره التي في خارج على مستوى العالم صورتنا في الصوره الخارجيه على مستوى فانا بنقل الصوره. ناس اقتنعت بيها اقتنعت بلايح صح ولا يعني اصلا هذا ليس قران كلها اجتهادات وكلها رؤى وكلها مسارات فقط يعني. فلذلك عشان بس ما في بعض الاخوه والاخوات يكونوا متحمسين شويه كده بحيث انا ضد حد ولا لا انا مش ضد حد انا عايز اذكر الشر بس انا بقول لكم اعوذ بالله عشان كلمت انا تعالى هنا في مكان يا بقول ده العالم بيشتغل بالطريقه دي بس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته خد يا صاحبي بس نبدا بقى الجلسه دي هنعملها ازاي قدامنا ساعه ولا ساعه وربع ان شاء الله. انتوا قلتم انكم عايزين جلسه تبقى فعلا فيها تجارب حقيقيه نتكلم فيها بمنتهى الصراحه. والجلسه الاخيره هنعملها ان انتوا هتقعدوا مع بعض المجاميع تفكروا ماذا بعد البرنامج ماذا بعد في مشروع ماذا بعد في قضيه ماذا بعد في رؤيه ماذا بعد في اي حاجه. خلاص عشان بس ايه احنا عارفين الثلاث ساعات دول ولا الساعتين اللي جايين دول احنا هنعمل فيهم ايه باذن الله سبحانه وتعالى. لان انتوا صبرتم علينا يومين ونص واحنا لسه ما عندناش حاجه. احنا قلنا حاجه كل الكلام صلينا على النبي احنا عم نسمع. ها فالجلسه الان هتبدا بالسؤال من اي حد فيه. لو حد لان انا لقيت ان من ليس من ال... من ال... من الكياسه او الحكمه او الادب ان واحد يقعد يتكلم 60 70 واحد قاعدين في غرفه بيسمعوا بس لمده ساعه يعني ايه. لكن انتوا عندكم اشياء قضايا تتناقش فيها وانا جاهز لاي سؤال. انا ما بروح يعني اعوذ بالله من الشيطان لا تعتقد ان انا هاحرج او ايه من سؤال صعب او لا كل اللي في قلبك طلعه هنا على الترابيزه. ده اول سؤال حبيبي هنعملها جلسه مفتوحه الاسئله الصعبه لان احنا عندنا جمعيات بقى لها 4 أو 5 سنين عايزين تبنيها ونعملها مؤسسات تستطيع انها تبني وطن. اتفضل السؤال الاول اديله الميكروفون هنا لو سمحت انا اخونا اللي هنا ولو سمحتوا حد يسجل الاسئله يا شباب اللي قاعدين على المنصه يا ربيع انت يا ابراهيم سجلوا الاسئله الحاجات دي مهمه جدا للاتحاد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. هل يرى الدكتور هاني بأن المنظمات المجتمع السوري بعد 4 سنوات في استمرارية أم في دوام؟ الكاميرا ما فيش لا تحط الاسم ما في داعي. هل ترى؟ أبي أسمعك لك بصفة للمنكر يعني. تمام. أنا المنكر ولا نكير؟ أنا سعيد جدا اللي أنا شايفه. اللي أنا شايفه. ليه؟ لأن أنا حاسس إن أنتوا اتعلمتوا بسرعة. ومهما كانت الأخطاء ومهما كانت التراجعات لكن في مسيره ماشيه. وفي كثير من الجمعيات اللي عندكم تعلموا من الاخطاء وتعلموا من الـ من الـ التحديات من التحديات وبداوا يعملوا شيء جديد. زي ما كنا بنتكلم امس ان عدد الجمعيات اللي سجل هنا ظاهره صحيه مش موجوده في دول مستقره. جيب من الاخر مش موجوده في دول مستقره وانتم في المحجر استطعتم انك تبداوا المجموعه دي. فعلينا بقى المرحله الجايه اننا نقوي الاتحادات ونقوي الائتلافات وننزع مننا النزعات الداخليه. انا من المدينه الفلانيه ولا من الحاره الفلانيه ولا من كذا الفلاني ولا كذا لا ننزعها بقى. لان احنا الحمد لله ربنا حابانا في محضر حاليا
هنا وفي لبنان وفي تركيا وفي ايه وفي الاردن ها ننتقل بقى لمرحله الائتلاف التفكير الايه الجمعوي لينا كلنا مع بعض ها هنا بقى يكون في النمو الحقيقي زي ما بنبني ايه وصحيح انا بينا من مرحله الف لمرحله ب مرحله ب تقييم عايزين نوصل لايه هنوصل ليها بعد كام سنه بقى طبعا انا سعيد جدا وده رايي الشخصي وعدد كل ما زاد العدد كل ما زادت الفعاليه في مننا هيسال ويترك في مننا هيكمل مسيرته ان شاء الله ولو خاوم ها ويعني انا بقى بضرب المثل ايه انا في التسجيلات اللي هنعمل ده 1% واحد فقط في المية على الصفحه اللي احنا بنحط عليها المعلومات بتاعتنا امن باللي احنا بنقوله كفايه علينا بس 1% مش 10% انتوا بالنسبه لكم اوعوا تيأسوا ان في بعض الجمعيات قفلت او تخبطت لكن الاباي دايما دايما بص على فين الكوبايه دي فاضيه دي هاتي 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 الشاي تراك اروح ليها داخل مولود داخل مفقود وخايف مولود على حسابك ادي الكوبايه اهي شوف قد ايه مليانه من تحت انا ليه بس ابص على الحته الفاضيه اللي فوق لا ليه ما هي ما في قدامك مليانه اهي ليه انت مش شايف دي كله ده مش شايفه كل ده مش شايفينه واحنا خارجين وقعدنا 4 سنين وعملنا كذا وكذا 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 فلابد نبص هنا ونقول هنملى الحته اللي فاضيه دي ازاي ده اللي احنا بنتكلم عليه بالله ويؤثرون على انفسهم ويكالا بيهم ايه خصاصي قلت لك شفطه بس لا لا عشان بس ايه طب ده اول سؤال ثاني سؤال انا استغربت دي مستاثره ها عفيفه ها اتفضل السلام عليكم دكتور بس حابب اسالك سؤال وصوتي ورا طب خلاص خلاص معلش بطل اذن استاذ ذكرني اتفضل 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 استاذ مسحاب دكتورنا مسحاب بسالك سؤال مباشر شو المطلوب منا بهي الجلسه بالضبط؟ اسال اللي انت عايزه عشان نتناقش المسألة اللي انا عايزه بس حابب اعرف شو بالضبط مطلوب مننا نحن كجمعيات موجوده هون مشان مثلا نطلع اقتراح نطلع مشروع هو ده الجلسه اللي بعدين بعض مثلا نطلع مشروع بس في داعم موجود يعني شوف يعني عم بسال انا كذا سؤال بنفس السؤال فبظنك فهمت علي مش داعم لك لا تجاوب حضرتك تفضل هو طبعا كانت الجلسه دي محاضره انا قلت مش حوار المحاضرات عشان ما اقعدش كده اغني وبس فبعض الاخوه قالوا طب ما تقعد نتكلم على تبادل الخبرات او شوف تجارب عمليه احنا عملناها بره وانتوا لسه عايزين تشوفوها اتعملت ازاي دي نمره واحد اللي بعد كده هو انا ما عنديش مانع خلاص عشان نجيب من الاخر في مؤتمرات بتتعمل في اسطنبول وكلكم بتحضروها عشان المانع انا بقول المؤتمرات دي فاشله مش القضيه انا قبل ما ابص على المانع لابد اعرف انا عايز اعمل ايه وقدرتي قد ايه لو احنا هنتفق على اشياء هنعرضها على الاتحاد في هنا في اتحادين موجودين اهو وفي الشبكه الكبيره اسمها ايه رابطه الشبكات كذا هنعرض عليهم جم مانحين كان بهم لان انا شخصيا كجمعيه ليس عندي ايه ناقه ولا جمل لا انا نقصي وجمل هنا في القضيه فانا مش انا حتى هو الاخ الجدع اللي كان هنا خد الشباب اللي معاهم فلوس وفسحهم بره ومش موجودين فالاثنين الثلاثه اللي معاهم فلوس مش موجودين خلاص بقى عرفت واحد سفرهم امبارح خلصه واثنين بيفسحوهم بره فطلع نقبك على ايه؟ على شغل على حجر خلاص بقى اصبر بقى هم صبرك الا بالله يلا يا سيدي دير الوقت التليفون السلام عليكم هلا في مصطلح من الثقافه السوريه بنسميه منظمه الحجي حضرتك انت الحجي ولا الحاجه؟ الحجي 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 حضرتك لمحت لها انه هذا صانع القرار اللي بالظل اللي كل البقيه بالاسم بس باقي منظر ديكور سؤالي لحضرتك هاي موجوده بالحاله السوريه كل حاله مش فاهم كيف نخاطب الحجي؟ كيف نخاطب الحجي؟ الحجي اللي هو شايف ما حدا بعده بيفهم طيب خلص
الحج ده ممكن يكون هو المؤسس، ممكن يكون شخصية اعتبارية أخرى. صعب على المؤسس في بعض الأحيان إنه يصير مؤسس. يقول لك حتوب المؤسسة، هتعمل تديله أمثلة ما فيش فايدة. فأنت ممكن داخل المؤسسة بتعمل كذا مجلس. مجلس تنفيذي الموظفين مدفوعين أكل، مجلس إدارة أو أمناء اللي هم أصحاب القرار السياسي في المؤسسة ولا تدخلون في التنفيذ. أهو سمعتها؟ ولا زي ليل تدخلون في التنفيذ. ومجلس الشرفي عايز أنت تجيب بعض الوجهاء، أنا بسميهم بيترون في الخط في الغرب، اللي هم الايه الشرفاء او الوجهاء او الايه السفراء. ممكن تحط واحد زي شخصيتي، انا كنت مؤسس، جزاكم الله خير يا شيخ فلان، انت لو تدفع تصبح سفير لينا يعني انت قيمه عاليه، انا استفيد بيك في لقاءات خاصه، في سفريات، في كذا في كذا، يبقى لي اي دور في المؤسسه. معناتك في فكره معينه استشيرك فيها وهكذا، علشان ما يحصلش عنده غضب وغصة. فلو احنا استطعنا ان ننفذ الثلاث ونعمل فصل ما بين الثلاثة بالوصف الوظيفي لكل وظيفة او كل مجلس. التنفيذيين مسؤولين عن العمل اليومي 24 ساعة بعد ان تجاز الخطة من مجلس الامناء. مجلس الامناء يراجع الخطة كل 3 اشهر اجتماع يوم واحد، مش يقعد لي في الجمعية كل يوم والتاني ونط عليه، لا ما ينفعش. ضربت مثلا في أحد الجمعيات، أحد الأسباب إن هم غيروا كل مجلس أمناء في بريطانيا، إن مجلس ما كان عامل مكتب في الجمعية وقاعدين لهم إيه كل يوم بقى ناس متحالة على المعاش وما وراش حاجة وبتاع ده، الشاي يا ولد الشاي يا بنت، يعني خلصت الحدوتة. فطلع شكاوى من الموظفين، فالمفوض لعام التسجيل المؤسسات شال المجلس كله، رفض وعين شخص محامي علشان يدير المؤسسة إلى أن ينتخبوا مجلس. وتعرف منتخب المجلس منين بقى؟ قول لي منين؟ ست حركات؟ منين؟ في الجريدة. نزلوا إعلانات في الجريدة العامة على أننا نريد أمناء للمؤسسة دي، وقدم بقى اللي قدم، واختاروا لجنة مستقلة. ها؟ أنا داخل تفاصيل الموضوع ده كله. تولدنا مستقلة أنهم يحكموا في من يختارونه من الأمناء الذين قدموا على وظيفة الأمين، وظيفة غير مدفوعة يعني، وظيفة شرفية. شوف السيستم ماشي ازاي؟ مش مدفوعة أبدا. يعني أنا قدمت عشان أبقى أمين مثلا في بنفسي. ها؟ فبناء على إعلان نزل في الجريدة في لندن، وقدم مثلا 30 40 واحد، وهم عندهم 2 أو 3 أو 4 أو 5. وهكذا. فقد شكوا من الموظفين للهيئة التي تراقب الجمعيات. فده هنقول يا اخوانا اعملوا مجلس للناس الكبار دول ذو القيمة والكرامة وكذا وكذا وكذا، يكونوا سفراء، يكونوا وجهاء، نحترمهم، نعمل لهم لقاء سنوي كذا، نقول لهم الجمعية ماشية بالطريقة دي ايه، اشيروا علينا ايها الناس في بعض الرؤى نحن نستشف فيها فيكم، لكن لا نتدخلوا تنفيذيا على الاطلاق. مجلس الأمناء بيحمل المؤسسة من ناحية السياسات، بمعنى أنه بيتفق مع مجلس التنفيذ على السياسة والاستراتيجية والخطة السنوية وبيراقبوا عن بعد. في مدير تنفيذي ممكن وموظفين ممكنين، مش كل مرة بقى واحد من الأمناء يخش يقول لي أنت بتعمل كذا ليه وأنت بتعملش كذا ليه. بعض المشاكل اللي أنتوا قلتوا عليها دي موجودة في بريطانيا، اللي بيعين بنته، اللي بيعين أخته، اللي بيعين خالته، موجودة. مش ما تفتكروش مثلا يعني بريطانيا دي يعني إيه، يعني وخاصة في الجمعيات الايه اللي من خلفياتنا احنا الايه العربية والاسلامية. واضح؟ طب اخونا هنا اتفضل. لفت نظري عدم وجود هيئة عامة في اسلاميك ريليف. يعني عم بتقول لي انه الادارة العامة وغطوا اعلام في الجريدة، يعني الامر شوي غريب من نوعه. يعني كيف الامانة العامة كيف ما في هيئة عامة تنتخب وتضع إعلام جريدة الأمانة العامة ممكن يدخل هيك للعمل الإنساني؟ ناس سيئين كثير وما يتوافق مع رؤى المنظمة يعني. طيب أنت عايز تتكلم عن قصة إسماعيل لوحدها ولا عايز تتكلم عن العموم؟ المؤسسات الأوروبية البريطانية الكبيرة
عشان يختار واحد لو منع بينزلوا ما بينزلوا الاسم الاعلام في الجريده ويقولوا احنا عايزين واحد متخصص في الاعلام واحد متخصص في الاقتصاد في مجلس الامناء واحد متخصص في العلاقات الحكوميه واحد متخصص في العلاقات العامه واحد او واحد متخصصه في كذا في كذا في كذا في كذا ده من اوكسفام لانهم بيعتبروا ان الشخص اللي يقبله جمعيه ده شرف يقول لك انا عضو مجلس امناء الجمعيه دي انا بقدم خدمتي دي ده حاجه طبيعيه عند كل الايه المؤسسات الكبيره في الوطن. بالنسبه للمؤسسات الاسلاميه او العربيه المجال ما زالت ايه بالانتقاء وده غلط هيخش في القانون بعد كده يقول طب انت بتنقيهم ازاي كل واحد بيجي بصاحبه حاليا الاغاثه الاسلاميه غيرت الامر اصبح لها جمعيه عموميه لانها مؤسسه دوليه كل مكتب وطني في بريطانيا في فرنسا في بلجيكا في هولندا في المانيا في اي كذا عنده المجلس الوطني بتاعه وعنده جمعيه عموميه مصغره يعني مثلا انت عشان تجيب المجلس الامناء الدولي بتختار من خلال الجمعيه العموميه واحد يمثل دوله او دولتين او ثلاثه او اربعه وتغير القانون الاساسي بتاع الاغاثه الاسلاميه واصبح الاغاثه الاسلاميه في بريطانيا ليها مجلس امناء بتاعها والاغاثه الاسلاميه عبر العالم اللي هي الكبيره دي هي مجلس امناء مختار من الدول الاعضاء اللي هي تعتبر بيسموها البارتنرز او الشركاء فيها بتلاقي فيهم واحد من امريكا واحد من المانيا واحده مش عارف من السويد وهكذا وده اللي هو ايه بتحافظ ده صوره ثانيه غير الصوره بتاعت المؤسسه الوطنيه في بريطانيا اللي هي الكبرت لا الى اخره بتنزل اعلانات في الجريده بتنزل وصف الوظيفي للامين اللي هم عايزينه مش اي واحد يخش يقول لك والله احنا عايزين كذا ويقدم على ايه انا مثلا عايز واحد يبقى ليه علاقات جيده مع المسلمين قد يكون مسلم وقد يكون مسلم فبيشوفوا السي في بتاعته الوسيله الذاتيه بتاعته او بتاعتها وعلى هذا الاساس مجلس الامناء الحالي هو اللي بيقر. وبعض الجمعيات الاخرى اديكم مثلا ثاني جمعيتين، جمعيه اسمها اللي احنا ذكرتها الصبحيه اللي هو منتدى الانسان الخيري، سوري منتدى الاسلام الخيري، مولتن تشايلدز فورم وانا رئيسها، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني. وواحده اسمها الدي اي سي اللي عامله دلوقتي حمله على اليمن وعلى شرق افريقيا لو انتم بتشوفوا مع الدي اي سي. الدي اي سي دي مؤسسه من اكثر من يعني من 50 سنه. وفيها 13 جمعيه و14 جمعيه من اكبر الجمعيات اللي في بريطانيا بيتشاركوا فقط في شيء واحد ان هم لما تحصل في كارثه عالميه بيعملوا حمله عالميه وداخلين فيها بشراكه مع البي بي سي ومع الاي تي في هم والبي بي سي الاي تي في فتلاقي كل الاعلانات في البي بي سي مش مدفوعه صعب بيلموا 100 مليون في يومين ثلاثه 300 مليون 400 مليون وهكذا ازاي بيتكون المجلس بتاعهم بقى؟ ده اللي اتكلم فيه وده مهم جدا بالنسبه للاتحادات. رئيس المجلس لا ينتمي لاي جمعيه من الجمعيات الاعضاء. ما ترفعليش حاجبك وتنزلها وتعمل لي كده وكده. جميل. ايه اللي جميل؟ فين العسلي؟ انا شفت العسلي. فسحوه. سبت العسلي فسحوه. الحكايه دي موجوده في خلف حاضر عاوزين تواصل عسليه فده نمره واحد بالك فدي السين ما فيهاش كده خلاص وفيها كمان حاجه ثانيه يعني بتكون مجلس الامناء بتاعها من ثلاث اجزاء الرئيس مستقل عن اي جمعيه عشان يكون قراره حيادي ونرجع بالجمعيات الاعضاء اغلب المجلس هم اعضاء من الجمعيات يعني رؤساء الجمعيات بيكون عضو يمثل ايه في المجلس يبقى انت عندك ايه رئيس مستقل اعضاء الجمعيات وبعدين في ثلاثه بنسميهم اعضاء مستقلين من عامه الناس في المجتمع يبقى انت عندك اربعه من 15 مستقلين منهم الرئيس او اربعه من 17 منهم الرئيس ومنهم ثلاثه المستقلين دول بالنسبه لمسلم تشايلدز فورم خدت نفس المنهج واسسناها من 2008 2009 الرئيس بردك ايه مش تابع لاي حد اللي هو انا كنت في الاغاثه الاسلاميه وتركتها في 2008 لما خرجت هناك ايه ماليش دعوه انا باي جمعيه من الاعضاء فانا الرئيس
طورنا هذا المجلس بنفس المنهجية بتاعة الدي سي. نحن أضفنا أعضاء مستقلين كذلك، بل وبالعكس أضفنا شيء تاني ما كانش موجود، إن احنا عملنا هما الايه البترون دول أو اللي هما السفراء، ودول ثلاثة فيهم ما مش مسلمين، ثلاثة مش مسلمين، اثنين فيهم كان وزراء التعاون الدولي اللي هي كلير شورت واندرو ميتشل، وهو مش حاليا عضو برلمان، والثالث كان رئيس جمعيه كبيره جدا اسمه سير ستيفن باك. فدول ثلاثه مش مسلمين قاعدين معانا، يعني بيكونوا الوجاهه والشراكه بتاعه الشخصيات المرموقه دي اللي ممكن تنصحنا في تداخلات في داخل المجتمع. في اخر بعيد من ورا واسمها مسلم تشايلدز فورم. مسلم تشايلدز فورم، ايوه اسمها مسلم تشايلدز فورم، في ثلاثه مش مسلمين اسمها، حاضر يا سيدي، مسلم تشايلدز فورم، وفيها ثلاثه انسانيين مش مسلمين. طيب اخونا اللي في الخلف وبعدين اخونا تفضل. دكتور، قلت من المحظورات العمل المؤسسي من وجهه نظرك ان ما يكونش الاب وابنه او بنته في المؤسسه، هل في محظورات اخرى تنصحنا فيها او تراها من وجهه نظرك انها محظورات؟ طيب هذا السؤال الاول. في سؤال ثاني بس ده في المحظورات ده ممكن ياخذ ساعه واحده، خلينا نخلص الاول. محظورات ممكن ناخذ يعني اللي بيكتب الاسئله عشان السؤال الثاني، أريد أن نعرف عن المنتدى الإنساني. أيوة. ما هو المنتدى وكيف لنا أن نستفيد منه؟ أنا بضحك عليكم بعد يوم. الاستفادة من المنتدى استفادة علمية، ليس الاستفادة هي المادية أو المادية ما عنديش. طيب الأولى أنا قلت أشياء منها في كذا جلسة مع الاتحاد قبل كده، اللي هو الشخصيات الفاقعة اللون السياسية المنشأ. واضح. ممكن انت تقول كلامك جزاكم الله خير، كبه في الزباله ما عنديش مشكله، انا بتكلم بس على قواعد دي نمره واحد. شخصيات سياسيه، الشخصيات الثوريه بتتكلموا، بعض الشباب كانوا بيتكلموا في الصباح عن مش عارف كلمه ثوريه يعني ايه، بمفهومكم مرفوض ومرفوض ومرفوض. ممكن الكلام يوردك يتحط فين يا محمد؟ 73 زباله قبل يا ابني. ينفعش ابدا حاجه اسمها ائتلاف الخير. اديكم مثلا من الامثله اللي حصلت بالعشوائيات العاطفيه. جمعوا في ائتلاف الخير ده من 15 سنه السياسيين على الدعويين على كذا على كذا على كذا على كذا على كذا، استصنف ائتلاف الخير، استصنف كل اللي موجودين. يعني في ناس كانوا بيسبوا ويشتموا، ناس كان لهم موقف سياسي، وناس كان كذا، والناس فرحت بائتلاف الخير من اجل قضيه معينه دونت ايه، واصبحت دلوقتي هو ايه يعني ايه علامه استفهام كبيره على من شاركوا فيه وصنفوا. ليه؟ لان انت قلت انا هعمل حاجه قضيه انسانيه، لكن جمعت في داخل المجلس نفسه ها شخصيات متناقضه مع بعضها البعض، وكل في توجه سياسي مختلف. وطبعا بنتكلم على الشخصيات الثوريه اللي هي بتمس قضيتكم، بنتكلم على الشخصيات السياسيه، ها بنتكلم حتى على الشخصيات الدينيه. يعني في احد الشخصيات الدينيه في بلد ما دون ذكر اسماء اوقفت بخطبه ليست حكيمه، ده احسن شيء اقوله على الشخص ده، ان خطبه ليست حكيمه، ملايين الدولارات اللي كانت بتروح لمعاهد ومدارس في نفس البلد، لان شتم البلد المانحه، ترجع يقول لك الرزق على الله. يعني انا مش انا بقى دلوقتي هنا مش قادر افهم، احنا كلنا عارفين ان الرزق على الله، لكن انت يعني اذا احسن الناس احسن اليهم مثلا. واصحاب الجمعيات اللي هناك ده بيلفوا العالم عشان المشاريع دي ما تقفلش. طب ليه انت حسيت ان رايك الديني ده قد يكون مش ديني اصلا، وراي شخصي وراي سياسي، وقفت بكل الخير اللي كان جاي من الناس دول؟ شوف بقى، ما تحط انت شخصيات يعني لا ترتقي في المناخ الانساني في الداخل وتعرف محظوراته دلوقتي يا اخوانا، علشان انت بتاسس جمعيه في بريطانيا بتكشف على كل امين من الامناء او مؤسس في بعض اللي هي اسمها ايه اللي بتسميها الرويت اوف تومس الرويت اوف بيسموها هدول اللي هو ثينك اللي الناس اللي بيصنفوا الناس بصراحه. كذلك لما بتتفتح الحسابات في البنوك ترفض بنوك على طول، تقول لك لا ده لون احمر ما ينفعناش. لما تيجي تشتري من شركه تجاريه في افريقيا او حاجه زي كده بيسالك البنك
والمؤسسة أسماء مجلس إدارة الشركة دي مين؟ أنت بتحول لهم الجمعية اللي أنت بتشتغل معاها في باكستان ولا في أفغانستان ولا في سيراليون ولا في موزمبيق، مين هم قبل بقى إيه يقول لك اشتغل معهم؟ فشوف الموضوع ماشي إزاي؟ ولا يغرننا لا يغرننا أن هنا دولة حاضنة ميسرة لنا، لكن نحن لابد أن نعلم أن العالم له ثقافة أخرى قد لا نحاسب عليها الآن، لكن هنحاسب عليها فيما بعد. أتكلم ونوك من حب جانب أن ملفات قضية أفغانستان والشيشان وما خلق متقفلتش، لسه بيطلعوا ناس. كان لسه طارق بيكلمنا على الجلسة، يعني الناس اللي كانوا بيجوا بتأشيرة من الحكومة المستضيفة في أوروبا وأمريكا عشان يجمعوا شيء للحرب في أفغانستان، كل المسائل دي بإيه بيحكموا عليها الدول، بالرغم إن الحكومة شريكة. يعني لما كنت أنا بقعد مع بعض السفراء نتكلم قلت لهم لا، أنتم الذين صنعتم الخطأ، أنكم أخلطتم الحابل بالنابل، وأخطأت الجامعات، فأنت كذلك مخطئ. شريك. أنت بقى ليه بتخرج نفسك وأنت لو أنت ليه كنت شريك معي في الجريمة. فلذلك لا يغرنك ان قد يكون مناخ السياسي للدوله بتشتغل فيها منفتح ليك، لكن هذا جزء من عالم كبير، والعالم الكبير قد لا يفكر بنفس الطريقه في الدوله المستضيفه بتاعته. فاحذر مما بعد انتهاء الحرب وفتح ملفات السلام والبحث عن من كان يدخل ويخرج. يمكن من المتفرقات العجيبه دي، انا شخصيا انا من 6 سنين اللي فاتوا انا لا رفضت ان انا اخش سوريا، بس انا مش بكره سوريا، لا، اصبح القانون دلوقتي يقول لك اللي يعدي الحدود يبقى ايه اديك قلتيها قبلك خلاص. هل انا ما اقدرش اساعد سوريا اللي دخلت سوريا؟ القانون اتغير، مناخ اتغير، الثقافه اتغيرت، التعرفات اتغيرت، لابد نعرف. عشان كده بقول لكم اخواننا ما تزعلوش مني ان انا بقول يعني شويه ايه يعني شويه صريح كده او حاجه، لكن انا من اكون آثم لو ما ادكوش الصوره اللي بره. ربنا يحسبني عليها ومعلقني كده، جيب لي ملك كده بالايه مذبه ولا ايه ويكسر. الله غفور رحيم. لا بس غفور لا بقول لك سيبني عليه، انا بتكلم عن نفسي. دكتور اتفضل. لا كان رحيم عزيز. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لي مداخلة ثم سؤالين. عليا. الله يسلم لك عيونك الحلوة. هلا عيونك الحلوة. المداخلة يعني لمدة دقيقة. يعني أنا أريد أن أطمن الدكتورة هاني والحاضرين إنه المجتمع المدني في سوريا تطور بشكل كبير جدا. الحمد لله. فنحن خلال عام واحد استطعنا أن نشكل رابطة الشبكات التي هي 10 اتحادات منظمات مجتمع مدني. ونظام داخلي رغم اختلاف التوجهات والألوان، وهذا شيء جيد جدا. الخطوة الأهم أننا استطعنا أن نمثل 10 رابطات إلى غرفة المجتمع المدني في جنيف. كان تأثير رائع. الخطوة الأعمق من ذلك أننا دخلنا إلى غرفة العمل المدني وإذا بها من شتى أصناف اللون السوري، يعني خارجين من لبنان من سوريا بشكل الفئات الدينية والتوجهات الدينية والحزبية كذلك. ولكن بفضل فصل الملف المدني عن الأجندة، 7 نساء و7 رجال في الغرفة المدنية استطاعوا أن ينجحوا نجاح باهر جدا، وأتانا ثناء من المنسق العام للأمم المتحدة ومن دول الأعضاء الداعمة للقضية. وبالتالي هذه المبادئ التي تتكلم عنها فعلا إذا التزمنا بها سننجح بإذن الله. السؤالين. السؤال الأول. أكتب ربيع. نحن عندنا مشكلة كبيرة جدا في إيرادات الأمم المتحدة إلى قضية سوريا. 70% مما يأتي يذهب إلى منظمات النظام السوري الذي هو يشارك في القضية، و30% فقط تذهب إلى فروع الأوتشا الموجودة في ساحات المعارضة. هذا ظلم كبير جدا في ساحات اللجوء. في ساحات اللجوء. نحن هل نستطيع كمنظمات مجتمع مدني من خلال مؤتمر بروكسي الذي سيحصل في الشهر القادم أن نتواصل مباشرة مع الداعم ونطالب أن من حقنا كمنظمات سورية
تدافع عن الجهة اللاجئة أن نتمكن من الأخذ المباشر؟ هذا السؤال الأول. سؤال ثاني، نحن في جنيف كانت أمامنا مشكلة كبيرة جدا، الآن جنيف 4 ولم يتوصلوا إلى حل، ربما تصل جنيف 20 ولا نصل إلى حل. هل نستطيع كغرفة عمل مدني ممثلين لمنظمات المجتمع المدني في يوم من الأيام أن نضع التفاوض على الملفات المدنية، حط التوب 3 ولا التوب 10 ونتفاوض عليها لإراحة الناس؟ شكرا. أما السؤال الأول فأنت تستطيع أن تفعل هذا، ولأول مرة مؤتمر القمة الإنساني يطلع بيان سوري من جمعية كثيرة كيف لا يكون في توزيع عدالة في التوزيع ما بين 80% مش 70 بس 80% و20%. ممكن تضغط ونحقق أن تضغط على أي مؤسسة دولية، بس هم يروا الضغط إزاي لما يروا أن النسيج اللي بيضغط ده متماسك وقوي وممثل. متماسك يعني تحت قيادة واحدة، قوي يعني ليه رؤية واضحة في قضية واحدة، ممثل لكل طوائف الشعب، النساء والرجال والشباب وكل أطياف الشعب الثقافية والدينية والعرقية. حينما يحدث هذا النسيج اعلم انك توصل ل 50-50 ده اللي انت عايز توصله، انت عمرك ما هتاخد المية. انا مش بقى فوق. شوف مراحل البناء، انت دلوقتي بتقول لي احنا نحتفل بان خرجنا من الجمعيات الفرديه للاتحادات ثم لشبكه الائتلافات. ده شيء جميل جدا. انا عايز بقى فعاليه الشبكه وفعاليه الاتحادات ومدى نضوج العاملين داخل مؤسساتنا الفرديه، ده مهم جدا مهم جدا. في بقى بدون ذكر الاسماء يعني تمثيل المراه السوريه مش قوي في المجتمع المدني، واحنا عندنا بسم الله ما شاء الله يعني جبال من النساء. هوايا كمان. هوايا ده عندك انت. ها قيموا عليه حد بعد كده خدوه كده. ها؟ حارب قبل ما يخلص الشعب. هذوك الاشواع ممكن مثلها يعني معاك. الاشواع هوايا كمان، هذوك الاشواع هيك بدهم. طب فلابد في نفس الوقت احنا بنطالب المجتمع الدولي يعرف ان احنا لنا امكان، وبالتالي انتوا عندكم يعني لو تواصلنا مع الجمعيات السورية اللي موجودة في أوروبا أو موجودة في أمريكا أو موجودة في كندا، في هناك كفاءات غير عادية. لو بحثنا داخل شبابنا اللي موجود هنا في تركيا في كفاءات غير عادية، فلابد أن نخرج هذه الكفاءات لكي نبرزها على المستوى الدولي. وبالتالي يعني جزء من الورشة الثلاث أيام دي إن أنا ما اتكلمتش، الحمد لله ده فضل، إحنا بنكتشف الكفاءات الجيدة اللي موجودة داخل مؤسستنا وبنسيبها ونروح نجيب من بره مستشارين ندفع لكل واحد 2000 و3000 دولار في اليوم. جالكوا طارق وجالكوا زيد وجالكوا محمد السوسي، ونجيب بعد كده ناس غيرهم. عايزين نبرز هؤلاء النجوم ونفعل هذه الطاقات والكفاءات اللي عندها الخبره وعندها الروح. الاخ اللي كان بيتكلم عن الروح في الصباح ما موجود. الروح ها الروح دي منين؟ من معاشرتك ومعايشتك لصاحب الحاكم. كنت انا لما كان بعض الناس بيروحوا مناطق الحاجه في السودان او في ورجعوا بيرجعوا متأججين بانهم عايزين يعملوا شيء، فانت فاعل الروح دي. فده بالنسبه لايه؟ للجمعيات والمؤسسات والائتلافات والاتحادات السوريه. ومن حقك انكم تتفقوا على بعض بس يكون عندكم فعاليه في تنفيذ ال 50. وعمرك ما تطلب 10% عشان تاخد 10%. عايز تاخد 10% اطلب 50%. عايز تعمل 50% اطلب 100%. احنا مش عارفين تفاوض ازاي. هي عاوزه قصه ثاني و كيف موضوع التفاوض. نتفاوض على عسى والله وكانك قبل ان اخلع الطاقيه. اخلع انا مستور من تحت. مستور الله يستر. ايه؟ خربت الفرق تبع شعرك. المشكلة لو سمحت. السؤال ايه؟ في مره من المرات كنا احنا قاعدين من 10 سنين كده برضك في بروكس، وانا قاعد في الجلسه كان معانا مسؤول الناتو، واحد من الناتو، واحد من الاتحاد الاوروبي، وبعض الجمعيات. كنا اعتقد في اما في جمعيه كونكورد او في جمعيه فويس. وكانت الرؤيه دي من اكثر من 10 سنين تقريبا، يمكن 2006 2005 2004
الرؤيه دي. طب احنا عايزين ان يكون في جزء من المفاوضات من اجل السلام تحت رعايه الامم المتحده ممثلين مؤسسات المجتمع المدني الانسانيه. كم ده كم مساء كم؟ 2004 2005. وبص لي المسؤول اللي جاي من النيتو قال ايه؟ مش دخلت انت في الموضوع ده. قلت له انا بكلمك لان انا عندي خبره وعندي معلومه اكتر من الوزير اللي معين امس ماسك الملف ده في دوله من الدول. سواء كانت الدوله دي في الدول اللي هي المتضرره من الامر ده او الدوله دي من الدول اللي هي المانحه الكبيره جدا. ليه؟ لان تراكم الخبرات اللي موجوده عند الناس اللي شغالين على الارض كبير جدا. هديك المثل الاخير، كنا في قضيه دارفور وكفوا علينا طلبنا ان نتقابل بعده عشان تدخل في طلب من بعض الجمعيات الدوليه ان تتدخل زي ما تدخلوا في العراق. فالامم المتحده قالت التدخل في العراق لم يكن تحت رعايه الامم المتحده. واجتمع قرابة 30 جمعية وكونوا رؤية علشان يسمعوا بالتدخل العسكري في دارفور كان في 2006. كل ما اخذ كوفي عنان احنا رؤيتنا طلعت من الإغاثة الإسلامية وقلنا فيها ايه؟ قلنا لن نسمح بالتدخل من كم ناحية إنسانية إلا إذا وقف الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، يكون تحت رعاية الأربعة دول. ساعتها احنا بنسلم الموضوع. وبعتنا الورقه لمكتب كوفي عنان في 2006. جلسنا في جلسه خاصه قبل اللقاء الكوفي عنان في الوقت ده. وقعد الجمعيات الاخرى تتكلم وكانها تمثل وزاره الخارجيه لدولتها. عشان تعرف ما كيف تصاغ الامور في الكواليس. قلت لهم انا مش موافق. قالوا عندنا اجماع، قلت لهم لا مش اجماع، انا ضد الموضوع، فاصبح مش اجماع، اصبح ايه؟ اغلبيه. فقال السياسه ما بين اجماع واغلبيه. لما جه الامين العام وقعد معانا كنت انا الوحيد المسلم اللي موجود في الجلسه دي. محصن بقرار الجمعيه مش محصن برايي الشخصي. ده مهم جدا، محصن بقرار الجمعيه. فحب ايه يسمع ايه رايي انا. زي ما بتقول يا بالذكاء هو الراجل كان ذكي وفاضل كده فبص لي كده وطلع في ايدي ما كانش في تشجيع. كان الان شيء؟ ها؟ كان الان شيء؟ لا 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 هو فاهم الموضوع. لا بالعكس ما شاء الله هو لا ده كوفي عنان. واخد بالك؟ فلذلك لما بص لي وطلع في ايدي قلت له انا ضد اي تدخل ده هيحولنا لما حدث في العراق حاجة على القبائل المتحاربة تأتي من شرق أفريقيا من غرب أفريقيا لتحارب حرب جهادية وكذا 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 في السودان. كان كل ما نعرف كانوا إيه بيهز راسه. فلم إيه تطلع التوصية دي للمجلس. كان الحاجات دي تطلع المجلس الأعلى. لما نرجع نتكلم على الكلام ده نتكلم في إيه؟ أنت عليك إنك تبني قدرات المؤسسات دي وتفعلها وتكبرها علشان تستطيع كلها إيه؟ دور في المجتمع الدولي. أنا جاوبت على السؤال ولا؟ طيب في حد تاني من الخلف عشان بس معايا ما ننساش الاخوه اللي قاعدين في الخلف. طيب في سؤال ما جاوبت عليه. تعريف بالمنتدى. خلينا اخر الجلسه. المنتدى ليس بالاهميه في اسئلتكم. حاضر. المحظورات. المحظورات قلت عليها السياسيه وقلت الدعويه وقلت الثوريه يعني والتجارية كذلك. في ناس بتجيب ناس وجهاء عندهم شركات تجارة وبيستفيدوا من المؤسسة. قبلك وما تتكلم مع حضرات أخرى إن أنا عين بنتي وابني دي في المؤسسة أو خالتي وعمتي أو ده من قبيلتي أو من جماعتي أو من حزبي دي كلها محظورات. إن أهم حاجة في الموضوع بيقول لك في جلسة اللي هو الانترفيو يعني مقابلة هل تعرف الشخص المقدم على الوظيفة ولا لا؟ هل في بينك وبينه قرابة ولا لا؟ هل في بينك أول حاجة قبل ما الراجل يجي حد لو أنت في بينك وبينه قرابة أو صداقة ما تحضرش الجلسة. من أول كده. يعني مثلا أنا رئيس الإسلام الإسلامية في كندا وفي نفس الوقت رئيس المنتدى الإنساني في مصر وفي بريطانيا. لما بنقدم طلب دعم لألمانيا ولا كندا انا ما كنتش موجود في الغرفه.
عشان مجلس الإدارة بتاع ألمانيا أو كندا أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا ياخد القرار إما نؤيد أو لا نؤيد في غياب الشخص اللي هو أنا برغم أنا رئيس المجلس بتاعه. فأنا بخرج من الغرفة هم بياخدوا القرار إما مع وإما لا فهكذا. فأنت أصلا ما تحضرش جلسة أنت عارف إن اللي بتعمل له انترفيو ده أنت إما صديقه أو خاله أو عمه أو من شركته إلى آخره. فهكذا تمشي الأمور ودي من المحظورات. طيب سؤال تاني كان أخونا هنا لا حوالي ما تكلموش لغاية دقيقة لا في حد يتكلم لم تتكلمنا لابد تتكلم تفضل دكتورنا. هو سؤال توضيح صغير موضوع غرفة المجتمع المدني في الأمم المتحدة نحن طالبنا بتقنين هذه الغرفة. يعني ايه غرفة المجتمع المدني؟ يعني هي غرفة المجتمع المدني مؤلفة من منظمات المجتمع المدني وتكون بشكل دائم في الأمم المتحدة. يعني القضية السورية فقط؟ القضية السورية ولا غير القضية؟ السورية. يعني لذلك طالبنا بتقنينها حتى تكون لكل القضايا مو بس القضية السورية. وهذه سابقة قانونية هذه مستورة ما حدثت من قبل. القضية السورية هي التي أحدثتها. بالنسبة لل 4500 جمعية ومنظمة التي تعمل تحت علم الثورة طبعا هي أغلب تلتزم بالمعايير الإنسانية ولا تفرق بين أي شخص نحن التي تعمل تحت علم الثورة. حتى أنا أضرب مثلا على جمعية الأمل لأمراض السرطان. نحن في عنا مرضى بيجوا من الساحل السوري وهن من فئات غير يعني هم غير مؤيدين كمان حتى من غير خلاص انا هرد عليه. ومع ذلك استقبلناهم رغم انه نحن عم ناخذ اقل من 20% وهن عم ياخذوا 80%. ومع ذلك المنظمات التي تعمل تحت العلم الاحمر لا تفرق بين احد كله يقتل. هاي نقطة. شكرا لكم الله. انا بس ارجع مرة ثانية عشان احط مفهوم يعني انتوا عارفينه اكتر مني. انا عايزة تحت علم الوطن. بالضبط علم الوطن. اسمعني. وانا اي لاف يو. حبني بقى. حبني قد ما احبك يا حبيبي الروح. يا حبيب العين ولا حبيب القلب. ايه الاغنية بتقول ايه? واخد بالك? لان انا حابني وطن. شاء أعداء الوطن أم لم يشاء مشاء بيد الله سبحانه وتعالى. أنا قضيتي ببني وطن وخبرتك وأتخصص في بناء الوطن ده بمسارات مختلفة أنا عندي جمعية متخصصة في الأطفال في السرطان في السياسة في حقوق الإنسان في العمل الاجتماعي في الإغاثة في التنمية في الزراعة في كذا في كذا في كذا. وخلي كل جمعية تعمل بمعاييرها التي تبدي من خلالها الوطن. يبقى أنا الايه الصورة الكبيرة بتاعتي ايه الوطن. خلاص انا بدلت كلمة انت قلتها بس انت ما خدتش بالك قلتها مرتين انا قلت لك واحدة ودي اللي انا بتكلم عنها من الاول. لان في يوم من الايام كلنا لازم نعيش داخل الوطن لا نريد ان نجعل احدا لا نريد أن نجعل أحداً يفرق بيننا وبين آخرين. أنا من مسؤوليتي الاجتماعية، مسؤوليتي الأخلاقية، مسؤوليتي الدينية، مسؤوليتي الإنسانية إن أنا أساعد الإنسان. أديك من الحب جانب وجوانب الحب كثيرة. بالك؟ في 91 قضية في زلزال إيران في 91. كنا احنا في الإغاثة الإسلامية أول من عمل حملة لجمع التبرعات للمتضررين من زلزال. وادينا المساعدات مع الهلال الأحمر الإيراني. في 2003 مع زلزال بام حركنا الإغاثة من داخل بغداد وصرفنا أكثر من مليون دولار واشترينا اللي هي البورتا كابين دي عشان تقوي الناس. في وقت كانت المساجد الفكرية والدينية والفرقية بتفكر. فكر في ايه? واحد بيموت.
واحد مشرد، وانا ما وانا ملفي ايه؟ انسان. فانا اخلاقيا ودينيا لما سيدنا عمر امر، انا سيدنا اسم كده سيدنا قافله من مصر عمرو بن عاص في مجاعه او في فاقه او في كذا في المدينه الى اخره، لما احنا بنسير الاشياء اللي كانت في الشيشان لم اذق اللحم منذ 10 او 9 اشهر. وشكرا ان احنا بنحول الاضاحي الى السوسج ده اللي هو الايه. فاشكركم شكرا جزيلا، لان عشان ظروف الحرب لم اذق هذا الطعم اللحم منذ 9 اشهر انا واولادي. فدي دي معناها ايه؟ ده انت بتترجم عدل الاسلام وخلق الاسلام وسماحة الإسلام وشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا لهذه القيمة المجتمعية التي يحبك من أجلها الله فيفتح لك الأبواب في الدنيا والآخرة. ده بالنسبة لنا عشان نتكلم. حاضر. عناية يا سمية، سيدة سمية الأول. إذا رفعت سيدة سمية يدها ممكنها نسكت. عناية أنت العلم وإحنا العصاية. انا بس بدي اوضح شغله ان شاء الله. غرفه المجتمع المدني الموجوده بجنيف. مش عارف دي اصلا. اسف انا تفضل. الوضع اللي خاص المبعوث الخاص للامم المتحده ستيفان دي بستورا لقى في حال انه يوجد مش غرفه مجتمع مدني وغرفه نساء. انا موجوده بغرفه النساء. يعني هلا اذا بيتغير سيدي بستورا بتيجي حدا غيره بيشوف الحل بغير هاي الطريقه بيلتغوا الغرف كلها. بس ما يبقونني، وهي خاصه فقط للوضع السوري، وإله هو اقترح او لقى انه ممكن يشرك السوريين غير النظام وغير المعارضه انهم يلاقوا الحل مع بعضهم، فعمل هاي الغرفتين. اذا راح فممكن يلتغوا هذول الغرفتين. بس حبيت اوضح هاي النقطه. بس اوضح حاجه ثانيه، في الامم المتحده يا اخواننا ما مقومن لهلا الغرفتين غير مقومن. لا 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 بتقنينها. عندهم طالبين بتقنينها. طالبنا في الامم المتحده في حاجه اسمها مجلس الاستشاري الاقتصادي للجمعيات في الأمم المتحدة، تقدموا عليه جزء من نسيج الأمم المتحدة. دي شروط للجمعيات المحلية وليه شروط للجمعيات الدولية. تسمى مجلس إيكو ساكس، مجلس الشأن الاقتصادي. هتلاقي في جمعيات إسلامية كتير دخلت فيه ده. في حد كان رافع إيده هنا أخونا؟ اتفضل يا أخي اتفضل. شكرا يا أخت سمية على التوضيح. عندي تفاصيل انا برضك على الغرفه النسائيه دي اللي انتوا عاملينها. تعملوا غرفه نسائيه من غير ما تقولوا لي؟ انا بس اخذت الدور من الاخ. مثل ما قالت الاخت سميه ضمن القرار 2254 له استشاره من يراه مناسبا تحت هالبنده، ولكن ليست مقومه. تماما انا انتهى. هي قصدها يا اخ جواد هي قصدها ان ده شيء مش مقنن، دي مجرد استشاره. هم بيطالبوا بتقنين هذا الامر. هم بيطالبوا بالتقنين. اجتمعنا في اسطنبول وطالبنا. طيب المطالبه بالتقنين. جزاكم الله خير اخونا. خلال تداخلات المنظمات الدوليه الاعمال تعمل بشكل عالمي، الا تميز بين التدخل بالكوارث والتدخل بسوريا؟ لما نعمل موازنة ومساواة بين الجاني وبين المقتول فهون نشتري. هذا أطراف الصراع. أيوة. هذول إيه؟ أنا بقول لك أطراف الصراع. أطراف الصراع. فأنت كل الأشياء. أنا دمي تقيل أصلا. لا أنا بعدي. كل الأشياء اللي ذكرتها. كل الأشياء اللي ذكرتها التدخل بإيران أو التدخل بأي مكان لحالة إنسانية كلياتنا معها لا ما ممكن نوقف ضدها. ولكن أنت التدخل في سوريا عمال بيساوي بين الطرفين. وهي الإشكالية اللي نحن ما عم نقدر نهضمها. هو الأمم المتحدة عندها مشكلة معضلة. إحنا مش هنعرف نحلها في غرفة. هي مشكلة اللي هو الفيتو، يعني اللي هو حق النقد. في حق النقد ده إن لم تحله لن تحل أي قضية على وجه الأرض. عشان بس ما نزعلش نفسنا والأمين العام في الأمم المتحدة ما هو إلا موظف. يضغط عليه يعني الراجل اللي جاي ده ليه بعض الحاجات يعني بيساعد المسلمين وكذا وعمل كذا، وفي نفس الوقت الضغوط اللي على الامين العام من اي امين عام، مش بس هو اي امين عام بيجي، لان في دول كبيره
في دول كبيرة بتتكلم عن النقطة دي بالذات، سواء كانت مصلحة اقتصادية أو مصلحة سياسية أو بلد. فلذلك احنا نتكلم في المصالح. كانش هناك تواجد للمؤسسات العربية والإسلامية موظفين، دلوقتي في ناس كتر، فانت زود كتر أثر على قرار السياسي لجمعيات الأمم المتحدة. يعني أنا هقول لك حاجة بس عشان يجيبك، القرارات الدولية بتاع الأمم المتحدة الأعضاء إنها تطلع ورق مؤتمر القمة بتاع السنة اللي فاتت العربية والجامعة، احنا بنيجي نقول والله ده الأمم المتحدة طلعت قرار مش ورق، أنت جاي يوم المؤتمر تخش في مؤتمر الإسكان أو تخش في مؤتمر اللي هيتعمل بعدها بثلاث سنين، تحضر أولا 20% ممن يحضرون هذه الولاية أو اللي تنتموا إليها، نريد أن نخدع أنفسنا. فلذلك احنا عملنا بعد الله سبحانه وتعالى فيكم أنتم كمؤسسات بس لا عشان فكره الحقيقه نحل بيه بعد كده قول يلا في احد الاخ خالد السلام عليكم ورحمه الله. لا شك بانه استفدنا كثيرا من هذا هذه اللقاءات على الايام المتواليه الثلاث السابقه. بدايه هذا اللقاء الحقيقه لقاء مثمر ومفيد الخبرات، فهل نطمح بأن يكون هناك لقاء دوري مثلا دورتنا هذه ايش يا ابني بقول لك لقاء دوري يخطط له، فإن كان العائق ماديا فيشارك كل من سيحضر هذا اللقاء يشارك في جزء عينات حياكم الله كده برضه بتقول الحقيقة يعني حتى نقوي أنفسنا حتى نتشارك. لا إنه ما فيش حد فينا فقير. واحد في 10,000 واحد نفسنا الواحد. لكن لو كل واحد تشارك اللي عنده مقر في الجمعية اللي هيعمل مثلا حرو على حسابه اللي هيدفع تذكرة الطيارة وهكذا. عاوز نمشي بكلمة أنا إن الشباب اللي جم من الجمعيات دول كل جمعية فرع وكذا من الأخير. اللي جايين من فرنسا اللي جايين من ألمانيا واللي جايين من كندا واللي جايين من مصاريف. حتى دكتور سيد جاي من اسطنبول تكفر بمصاريفه الى اخره. لو قسم الحمل على 10 هيقل، على 15 هيقل، وكلنا شركاء في الهم وكلنا شركاء في البناء. اتفضل. ما هو الدور الذي يمكن ان تؤديه المنظمي والثقافي وحتى في الانتماء السياسي؟ ما هو الدور اللي هو كبير بين السوريين في الداخل بين السوريين على مختلف توجهاتهم والوانهم ومواقفهم السياسية ومناطقهم. ما هو الدور؟ منظومة. عشان ننجح أي مشروع داخلي لابد نحدد هل هدف سياسي؟ هل هدف اجتماعي؟ وهكذا. ونتفق على شيء بسيط من حاجة اسمها إيه؟ نوع أجندة ميتنج. عمر المشاريع أبار. اتفق الجميع إن هو اللي بيحط الأجندة. إخواننا احنا ساعات بنحط الاجنده وندعي الناس نحط الاجنده. تعال نقعد من غير رئيس، ولما نقعد في الجلسه 10 في الغرفه صح؟ وقلنا هنطلع بيان صحفي مع بعض، يبقى ال 10 في البيان الصحفي. ندعي على شيء الا لما يراه من الالف للجيم 30 جمعيه. فانت اختار الطريق. فلذلك التاليف انا ما عندي مشكله زي نيجي مره واثنين وخمسه وعشره، لان احنا ايه؟ يعني نتعلم الاخرين من امثالهم. خدت بالك؟ حرام؟ لسه نص ساعة؟ بقول له ده ليه؟ حد حاسب لك العشرة دقايق. طيب في أسئلة أخونا سؤال، أنا لغاية هاخد الأخت في الأول عشان أعمل حاجة اسمها الإيه؟ التحيز الإيه؟ مفيش تحيز. لا جدا بلدي ما عنديش. هو اللي بده يسأل. هو ساعات منظمة أنا حابة أطبق هي المعايير الإنسانية بعملي، وأنا منظمة عملي في سوريا على الأرض. في ممكن تفرض علي إجبار أو أعمال وأعرف إذا كنت راوضة يعني أنا بدي أسأل. خلاص اسمح. أنا منظمة إنسانية بدي أقدم شيء إنساني وفي مصادر مية اللي هم الجيت كيبرز اللي هم الناس في كل حتة موجودين في العالم. بس هو بالمعرض هو الغذائي المؤسسات الدولية اللي شغالة هناك
علشان ساعات لما تقع الاشياء دي في ايد اي مجموعه في المجموعه دي مشتبه انك تعملي كل حاجه هم عايزينها. لو المنطقه دي بالذات في 5 أو 6 جمعيات سواء كانت محليه ابتدت غيرت انت ثقافه الجيت كيبرز دول. حصل الموضوع ده معانا في الشيشه ان نستبدل بمجموعه تستبدلهم قاده السموم. الفلاحه اللي كانت ماسكه المنطقه دي فرضت على الامم المتحده ان كل كيس قمح عليه المعونه اللي جايه من دوله ما يتفضى في كيس فاضي. فدي بقى العيب الايه؟ او يتحط في كيس تاني. ثقافه اللي هو الناس المسلحين اللي ماسكين البوابات دي بتفرض عليها اول منظمات الامم المتحده. هي ما فيش حل فيها واضح. وكلها اجتهادات. سواء كانت او ام ليس على وفق البعض الاخر. أدي كان المثل المسبب طبعا ده هذا لا يقارن بالوضع السوري. السوري لما رحنا العراق في 1996 وكانت قمه فاحنا وجدنا ان الجيت كيبر في الوقت ده ما كانش مسلح. ان هم موظفين ايه؟ الوزاره. ان هم حالتهم دينار في الشهر تحولت بقيمتهم لما اصبح الدينار الدولار بيساوي 700 دينار الى اخره. فحالتهم بقت اسوء من اي حد ثاني. وبدانا بيهم. واعطيناهم حصه من المساعده. قرار فردي في منطقه دون ان تكون ايه معلمه اللي إيه اصحاب القرار الدولي اللي حواليك. الصومال ساعه الحرب مؤسسه قد تكون هي مصنفه. ده انا عايزك انت تسلك حلو. جزاكم الله خير. انا قد اعذر احد اجنبي او ما بيعمل وما حصل في الماضي. ازمه العصر 13 مليون نازح ادق التفاصيل منظمه موثقه بالادله والارقام. انا سؤالي كارثه سوق حلب الى كارثه سوق البحر اليوم غدا العمل الانساني اصبح في كثير من الاحيان مسيس ومضغوط عليه من دول كتير بتحكم فيه اللي هو قرار بتاع النهضه مش فقط في القضيه السوريه في قضايا والعالم كله لا يتحدث عنها وهي سوري الدول الحكومات مع العمل الانساني. تحت ظل الارهاب تخاف او ترتعد او ترتعد بغض النظر. الارهاب شيء مش الامم المتحده هتعرف لي الى الان. في المناخ اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. انا مش عايز اصاب بالحرب الاولى والحرب العالميه الثانيه اللي مات فيها ملايين. ملايين. خرجت الشعوب واستطاعت انها تبني بلادها مره اخرى، عايز بس اخرج من النقطه. اللي احنا عندنا نسبه كبيره مش سهله. ما دمره الاخرين او الاخرون. كون القانون الدولي الانساني، القانون الانساني عايز قوه تحميه من حقيقة طالب القوه دي، بس احنا مين؟ عشان نؤثر على انشاء مثل هذه القوه. اخواننا لابد ان نعرف ان يعني ايه؟ ان القران ايه؟ السلطان انما ان فأنا عايزين السلطان الذي يبقى في جنوب السودان في مذبحة وفي مجاعة في منطقة من أخصب المناطق في العالم. ب اللي هي الإيه القوة اللي إحنا بنتكلم عنها دي. نرجع تاني بقى اللي هو النقطة اللي إحنا بنتكلم عنها. فلابد من دلوقتي نقطر نعمل بين عشيات مضحى. جزاكم الله خير. وده نقطة من نقاط ان لابد الاتحادات تكون وضع عينها عليه. بس شوف الساعه كام دلوقتي عشان تديكم 10 دقائق خلاص عشان الفيلم. في ساعه الفيلم حاجه صغيره في مخرجات هذا اللقاء يعني حصل عده شراكات في هذا المنتج واهم شراكه هي بين الاتحادين وعاوزين نوقعهم بحضور حضرتك يا سيدي دقيقه واحده بس يعني هي حبص عليكم يعني احنا حتتبارك فينا هنا تجلس في النص ونحن نوقع ونظهر للعالم انه هذه الورشه افرزت شراكه استراتيجيه بين الاتحادين. شوف الكلام الحلو السوري. احنا راح نضع الشراكه على المشكله. التفضيل موجود فوق يعني. يلا. ما عندك تفضل بس نتبارك فيكم. طيب الفيلم يا شباب. وقتك حينتهي 3:30. انت حر بقى الشراكه ومراكب والحاجات دي. والله شغل ال شفت تضحكوا عليها ازاي؟ وين الفيسبوك هذا تبعكم مع البس؟ مع البس؟
احنا بنقرا في هيك كلمتين شراكه استراتيجيه على سبعة بنود. حطها باشا. البند الاول هو الاشراك على مبدا الاستقلال الكامل لكل من الاتحادين. الثاني قدرات بين الطرفين في سوريا وتركيا. المادة الرابعة التطوير الإدارة. السابعة وهي الأهم التمثيل المتبادل بين الطرفين في المحافل الدولية والإقليمية في حال غياب الطرف الآخر مع التنسيق معه. اجتماعات المجالس والمؤتمرات العامة لكلا الطرفين والجلسات المختلفة. بس في أي تعديل؟ الدول احنا مخالفناش بيبقى نشيل الإغاثة الإسلامية والتالي نشيلها. طيب نحن نشيلها إن شاء الله بس بحضور ورشات تبادل الخبرات لعمل الإنسان. ما نحن والاتحادين مع بعض. صح 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 والله صح. محمد رامي الاتحاد السوري. أنا مسح. أخ عبد الرحمن. استنى لحظة شوية.